دي موضوعين مهمين قوي برضو. اتفضل. موضوع عايزين نتكلم على حتة التحكيم، عشان عندي رسالة للكابتن جهاد جريشة، وعايزين نتكلم على الانتر كونتيننتال. اتفضل. كابتن جهاد جريشة بصراحة محتاج يراجع التحكيم شوية، يراجع القانون شوية، لأنه مش معقول كل نهائي دوري أبطال أفريقيا يبقى هو الوحيد اللي بيتكلم في حالة تحكيمية، ونلاقي إن الناس اللي إحنا بنلاعبهم مثلا بره مصر بيشيدوا بيشيروا حاجات كابتن جهاد جريشة، وكل الحكام في العالم بيقولوا حاجة غيره، هو الوحيد اللي شايفها. طب ليه؟ ليه يعني؟ لو استعرضنا الصور ده، الحكم الاسباني النهارده موقع بطولات عمل حوار كويس جدا مع الحكم الاسباني اللي هو اسمه جونزاليس، ده حكم شهير جدا في اسبانيا، قال ان الحاله دي اول حاجه كده قال ان الحاله دي طرد مباشر اللي هي في بس دي الدقيقه لا خلاف 20، عليها، دي لا خلاف عليه، هو دي الخلاف كل على حالة واحدة. دي طرد مباشر، دي برضو زياده تاكيد ان هو لا يحاول قطع الكره من الاساس، ودي خشونه زائده. دي كانت بس دي معلش لو اتحسبت من الدقيقه 20، ما ده هيسهل الماتش الماتش على النادي خلص. الاهلي من بدري، الماتش خلص من بدري. هات الحاله اللي بعدها، دي بتاعت ركلة الجزاء بتاعت إمام عاشور، قال احلى إن هي تحليل، احلى تحليل سمعته للعبة دي فعلا. قال إن هي ليست ركلة جزاء لأن الكرة اصطدمت بها بعد إبعاد مفاجئ للكرة من زميله، يد اللي هو يد إمام عاشور في تلك الحالة في وضع طبيعي، ووصلت لها الكرة بشكل غير متوقع من مسافة قريبة جدا، حتى أنه أراد إبعاد يده، بص وبالتالي الشرح الجميل، يعني منطق. يعني لا يا الكابتن راجل ده راجل اهلاوي، منطق. يا عم ده راجل اهلاوي. لا ما والله احنا لا. يا راجل بص المنطق في يا الكلام، راجل اسبانيا بقت اهلاويه. يلا كمل، ما هيقولوا لك كمل كده يعني بعدها، جت على ده. كمل بعدها. في حلقة كمان اللي هي ركلة الجزاء اللي هي على كريم فؤاد بقى، لا دي ركلة واضحه، الجزاء. هي دي محتاجه كلام، دي واضحه والله. لا اه دي واضحه ان هي واضحة، ما اه فيهاش عشان هو حاجه، اللي يعني شايل هو الكورة. شايل الكره الاول وبعد كده رجله قال ماشي. ليست ركلة جزاء أيضا، هو كابتن لقد جهاد قال على الاولى، قال قال على على الاولى، بتاعة قال على إمام الاولى. عاشور ركلة جزاء، قال هو ما قالش ليست، كلنا كل الناس متفق على ان دي ما متفق فيهاش ان هي مش حاجه. ركله جزاء، بس احنا برضو جايبين شهاده حكم اسباني عشان خاطر ما يقولوش لا ده اسباني اهلاوي ممكن، اسباني خلي اهلاوي. بالك هيقولوا كده، اسباني اهلاوي هيقولوا عشان ما يقولوش اسلام قال. ليست ركله جزاء ايضا، لقد قام المدافع بالتدخل عن طريق لمس الكره اولا، بالظبط. ومع قرب المهاجم من الطبيعي ان يكون هناك احتكاك، بالنسبه لي لم يكن هناك اي تهور لاخراج الكره، يظل احتكاك طبيعي لانه لمس الكره، قصده على كريم فؤاد، قبل ملامسه المهاجم. ده بالنسبه لموضوع التحكيم، واتمنى ان كابتن جهاد جريشه برضو عملها معانا السنه اللي فاتت في ماتش الوداد، طلع قال برضه في ضربه جزاء، نفس القصه كل سنه، كل نهائي يطلع، وللاسف طبعا الاخوه الاشقاء طبعا بيبقى في تونس او في المغرب بياخدوا كلامه على اساس ان هو خلاص بقى حد مصري فبيقول كده يبقى لا. ما احنا ممكن نجيب حد تونسي ده قال هي لك. وجهات نظر، احنا وجهات نعتبرها وجهات نظر، نظر، اه وجهه نظر يعني، هنعتبرها وجهات نظر. بس يا هعتبرها وجهات كابتن نظر. جهاد والنبي خلي بالك والنبي، عشان احنا هي ليست ركله لا جزاء بس والله. نقطه مهمه، هو لازم برضو كابتن جهاد جريشه زي الحكم الاسباني هو شرح قال لنا شرح لنا دي ليه دي ضربه اه جزاء. ومن القانون، يعني تقول لي ليه؟ لان الراجل بصراحه قال 4 نقط، ما كابتن جهاد ما قالش فيهم ايه حاجه. الجدال صحيح فيهم؟ صحيح. الموضوع الثاني بقى الانتر كونتيننتال، النادي الاهلي طبعا هيحصل ان شاء الله على 4 مليون دولار بسرعه جدا الفرق ما بين الكونتيننتال وكاس العالم 25. كاس العالم للانديه كل 4 سنين، ايوه النظام اتغير بقى كل 4 سنين، الانتر كونتيننتال كل كل سنه. سنه في نهايه السنه في شهر ديسمبر. هتتلعب ازاي؟ هيبقى في مرحله اولى، هيبقى في ماتش او ماتشين على حسب القرعه ما بين بطل اسيا اللي هو العين الاماراتي واوكلاند سيتي، خلاص اتحددت النادي الاهلي القرعه واوكلاند سيتي، اتعملت، لا الفرق، فرق اتعملت. الفرق اللي صعدت للمرحله الاولى النادي الاهلي والعين الاماراتي واوكلاند سيتي، هيعملوا قرعه يا اما ما بين حد الاهلي ما بين والعين، اهو ما بين الاهلي وما بين العين، العين بالظبط، واحد من الاهلي والعين يلعب هيلاعب لاعب اوكلاند اوكلاند في ملعب في ملعب اللي هو النادي الاهلي النادي او العين، العين. وبعد كده قدامنا القرعه اهي او التقسيمه يعني، بعد كده سواء مثلا النادي الاهلي لعب اوكلاند في القاهره اول ماتش، يكسب ان شاء الله يلعب العين فين؟ في الامارات. اوكي. لو النادي الاهلي هو لو العين الاماراتي هو اللي لعب اوكلاند في الماتش الاولاني، بعد كده يروح يلعب النادي الاهلي، يبقى ساعتها هنلعب في مصر. تمام. حسب بعد القرعه كده دي. حسب القرعه، بعد كده هيبقى في يوم 12، يوم 14 ديسمبر ويوم 18 ديسمبر. حلو. هيلعبوا بعد كده على ملعب محايد زي دوره مجمعه يعني زي ماتشين كده في حته معينه، مثلا لسه هتتحدد في ملعب مثلا نفترض تركيا مثلا في 14 ديسمبر و18 ديسمبر. النادي الاهلي مثلا ان شاء الله لو كسب بعد كده العين يقابل الفايز من بطل امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. بعد كده اخر ماتش اللي هو يوم 18 يجي بقى بطل اوروبا. يعني هم جايين مريحين بطل اوروبا من الاخر. ما هم على طول بيريحوا بطل اوروبا. يجي يلعب النهائي ويمشي كل سنه. اوكي. فدي نظام البطوله، فطبعا في كلام برضو ان في جوائز يمكن لسه ما فيش تاكيد عليها، بس في كلام ان الجوائز قد تصل ان البطل هياخد 6 مليون دولار. البطل. البطل الوصيف 6 5 مليون، المركز الثالث 4 مليون، الرابع 3 مليون دولار، من المركز الخامس للثامن 2.5 مليون دولار. اوكي. ده الاقرب يعني، دي الاقاويل يعني انت المتاحه حاليا مجرد اشتراكك 2.5. 2.5، وانت واخد اصلا 4
في دوري ابطال افريقيا يبقى كده كام؟ يبقى كده 6.5، وعندك في السوبر الافريقي ان شاء الله لو خدته نص مليون دولار كمان. يا مسهل يا مسهل. بس طيب. ده بيزود الحمل على لاعيبه النادي الاهلي. انت السنه الجايه انت مشارك في الانتر كونتيننتال، مشارك في كاس العالم للانديه، في الدوري المصري، في كاس مصر، في كاس الرابطه، في السوبر الافريقي، في دوري ابطال افريقيا. في اللي هو الدوري الافريقي كمان والسوبر الافريقي وكاس الرابطه، 9 بطولات والسوبر المصري 10 بطولات. تخيل كل البطولات دي السنه الجايه. السنه الجايه اه ما نشوف ايه اللي هيحصل في السنه اللي جايه، لانها سنه صعبه وسنه طويله جدا جدا. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك. شكرا كابتن اسلام، والف الف الف مبروك للنادي الاهلي طبعا. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا، والف مبروك للنادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم، شكرا.